نروح لتصريح تاني وسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري الحقيقة انه من اللعيبة اللي تعرض لظلم كبير جدا. تعرض لظلم كبير خلال الفترات اللي فاتت، لكل ايضا من شككه في قدرته على انه هو يكون بيصنع الفارق مع نادي الزمالك في المباريات. ولكن الجزيري رغبته هو ما حققش هدف في المباراة او ما احرزش هدف، ولكن بيتكلم بلسان حال الجمهور، بيتكلم بلسان حال اللعيبة زمايله، وبيقول احنا حسينا بالظلم كلنا وقت ركلة جزاء النادي الاهلي في السوبر الافريقي، وبيقول لانه هما ما كانوش يستحقوا ركلة الجزاء دي. وطبعا لما سيف الدين الجزيري بيتكلم على الكلام ده بيأكد حاجات كتير جدا، بيأكد على ان هو بيحترم بشكل كبير قوي 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 فريقه، عارف قيمة وقدر فريقه، وعارف بالتأكيد يعني ايه الفريق يكون بيتعرض لظلم انه تم احتساب ركلة جزاء في توقيت صعب، المفروض ان هو التوقيت ده يأثر على مجريات المباراة. وبعد مشاهدة اللعبة اكتر من مرة عقب المباراة برضو اللعيبة ما كانتش مقتنعة ان هي تستحق ركلة الجزاء دي، وبيقول اتكلمنا ما بين الشوطين ان احنا ملناش اي علاقة بالحكم، ولازم ان احنا نلعب بقوة ونرجع مرة تانية نركز ونحقق الفوز. شيكابالا وعبد الله السعيد وكابتن عبد الواحد السيد كان ليهم دور كبير جدا في ان هم يحفزوا اللعيبة. والحقيقة ان هو لما اتكلم عن غياب عبد المنعم عن النادي الاهلي في السوبر قال فوزنا على الاهلي في الدوري في وجود عبد المنعم وسجلت هدفين ولا ننظر لاي اسماء. ده بيخليك تتأكد ان لما بيكون اللاعب بيحترم فريقه قوي وبيكون عنده ثقة كبيرة قوي في نفسه بيكون بيتكلم بثقته دي. وعلى فكرة اي لاعب ليه ايام بيكون موفق فيها وايام مش موفق، وليه ايام بتقول عليها ده يوم وده day off، هو مش يومه مش موفق. طبيعي جدا ان سيف الدين الجزيري لاعب زي اي لاعب بيكون موفق مباريات مباريات تانية لا. بس احلى حاجة لما تسمع التصريحات وتكون طالعة كده من بعقلية محترمة بس بشكل بيور قوي، يعني سلس او تصريحات سلسة. سيف الدين الجزيري امبارح لما تتفرج على اللقاء بتاعه مع الكابتن سيف زاهر تعرف انه اللاعب لما بيتحدث بيتحدث بقلبه عن حبه لنادي الزمالك وعن تقدير وامتنانه للجماهير وعن سعادته بوجوده في مصر وان هو قدر يحقق شيء مع نادي الزمالك، وفي نفس التوقيت عن ثقته بنفسه. هو ما بيقولش انا واثق في نفسي، بس كل تصريحاته بتبقى خليك عارف ان اللاعب عارف امكانيات نفسه حتى لو مش كل المباريات بتسمح له او مش كل الظروف بتسمح له ان هو يحقق ده. اللاعب من اللعيبه المميزين جدا، لما بياخد فرصه بيتالق، قدر ان هو ينسجم سريعا مع نادي الزمالك، وبالتاكيد حقه انه يفرح ويسعد ويفخر بفريقه وان هو يحقق القاب ايضا خلال الفتره القادمه ويجتهد اكتر واكتر مع نادي الزمالك.